السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية أخوان. يوم جديد، موضوع إن شاء الله جديد اليوم، مغامرات جديدة. طبعا يا أخوان زي ما شايفين وقت الظهر، يعني وقت ساطع زي ما بيحكوا، الشمس في عيني. طبعا نطلع شو برا، هسه هفرجيكم. طبعا يا أخوان اليوم رح نطلع الحمام الجديد بدري، خلص قيست بدري بدري، اللي بقعد بقعد، واللي بده يشامط يشامط، واللي توعى توعى، خلص زي ما بيحكوها، اللي قبع قبع واللي ربع ربع. طبعا يا أخوان الحمام توعت، عملنا معاها الصح زي ما بيحكوا، كل اشي تمام. بس قبل ما نبلش بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت اخوان حطلنا لايك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، حطلنا لايك سريع، اشتراك اذا مش مشترك، دعم للمقطع، خليكم معاي. بس ان شاء الله حفرجيكم الحمام اللي برا شو بعمل فيها قاعد، والحمام الجديدة وحمام السطح، كله اليوم مع بعض مزرة اليوم حتكون، خليكم معاي. طبعا يا اخوان هاي الاف 77 برا، طبعا انا بطلعهم كل يوم زي هيك بالشمس. طبعا الحمام زي ما انتم شايفين كلها مقصوصة، لسه ما سحبتها، لما اسحبها بسحبها مرة واحدة ان شاء الله. خلال 40 يوم، يعني 40 يوم 50 يوم بتكون الحمام جاهزة، وكشينها وامورها تمام. طلع علف شوي نجيب لكم اياهم لهون، تعي زي ما انتم شايفين، يعني بطلعها بشكل يومي، بشكل يومي يعني من ساعتين لتلات برا، بعدين بحبسها. الحمام قاعدة بتحفظ السطح، طبعا يا اخوان هدول خنازير، يعني ما في شيء غير هاي الطريقة انك تحفظهم السطح. شوي شوي بصير يطلع انسولتهم، بس تطلع انسولة تاعتهم ان شاء الله، بصير اطلعهم على المغارب، على المغارب وعلى جوع، شوي شوي بصير ابكر عليهم، بعدين ان شاء الله منقويهم وين على السطح، ومنحارب فيهم ايش ما بدكم وزيادة. طيب هذول برا، في عندكم اللي اخذتهم معاهم الالوان، انا هيني نازعهم بالجنون هون، طلع طلع قمت فزوا يعني ومقصيص، انا نازعهم هون بالجنون. هاي المسود، هاي المسود حطيته البوزاي، هاي الكينجون، اشيل فوكس الكاميرا، ماخذ القرقاطيه تمام، هذا النوري اللي جبناه حاطينه، هاي السكسفونيه اللي نزعوا عليها السكسفونيه هاي تمام. في عندكم هذا النوري ما عطيتوش طيره مبدئيا، عندنا نقص بالطباير، خليته لحاله بس يتوعى ويتنشر. وفي عندكم هذا البوز، هذا البوز اعطيته شو البولنديه البيضاء. هذول مبدئيا برا تمام، زي ما حكيت لكم تعال نشوف المسويد الحمر، هاي واحد والثاني على الارض، هيو هذول شوية كانوا تعبانات، نقلتهم يعني شبه صحصحوا. طيب الأرباش حاطوا هون، مش راح أطلعوا معهم. المكبي هون الأصفر برضه مش راح أطلعوا معهم، هذا من الجداد لسه جديد ها. عندكم مراسلية ماكلة قتلة لقايلة، بس هاي من راسها، عشان هيك مش معطيها ولا فحل، يعني هي بتزيفش لأي فحل، تنحى شوي. هذول مش راح أطلعهم شوي اليوم. الأرباش زي ما أنتم شايفين هذا بطيرش منيح. عندكم المكبي الاصفر تقيل، بده تليين، بده تليين، فبديش اخرب الحمام الثاني اليوم اللي هون. يعني احنا قاعدين نكتشف يوم، يعني انا اخر مره يا اخوان هذول انكشوا متى؟ بالليل، يعني هسه اول مره حطلعهم الصبح. هاي الباقي مستعدين ومتهيبين، طلع صفور بالزاويه بيهوج. هاي الملحه، السكسفوني، ارباش، تكلجي، يهودي بربريسي، سكسفوني اخوه، طباشيري، الانجليزي المحير، يعني كلياتهم هيهم موجودين هون، وعين الله عليهم. طبعا يا اخوان هذا اكثر واحد بخوف عن جد، هذا بالليل بالليل بقطع وبروح بالليل. هذول زي ما قلت لكم اعطيتهم الخشة هاي تمام، نقلت الحمام الراس اول راس ثاني، كلياتهم هون، كلياتهم هون. طبعا فيهم كم الحبة جديدة اللي هو المطبع، هذا بتطلع معهم عادي ما في مشكلة. نور نور البواز هذا برضه بطلعوا معهم عادي، والعبسي بطلعوا معهم طبيعي، وهي ايش برضه الشلبي شوية صح جبته هون. طيب هذول كلياتهم زي ما انتم شايفين برضه ايش بطلعهم. طيب هسه هذول ان شاء الله عندكم شباب الطيبة هون، شباب الطيبة هون كلها، راح اخليها شوي بعدين راح احبسها ونطلع الحمام الجديدة خلص على الظهر وما بعد الظهر، يعني احنا بعد الظهر من فترة العصر هسه راح نطلعهم ان شاء الله، بس نحبس هذول هسه ان شاء الله. بدي افتح لهم حبس
تشامري كلهم جوا، صاروا عيهم جوا، بس مسكرت عليهم، بس دفت على الحمام مره واحده. طبعا ايش فتحين عليهم إيه على وقت ابكر. نجيب هاي هون، طبعا هذول استنى شو هذول مشكلتهم، هسه بيطلعوا على السما على طول. تعال 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 تعال، ايوه في اشي فز. لا اظل منمر عادي، هذا اموره هينه. طبعا الجداد تقريبا يعني شبه كلهم طلعوا، انا بس ايش طبعا اخوان هذا الانجليزي الله عليهم شكله تعبان، مع اختلاف الجو اختلف عليه كل اشي. في هذا السكسفون اللي بيطلع برضو هذا شوية هزلان، يعني شوية هزلان، مش كاسة اذا بقرب على الباب هذاك كلهم ايش بفزوا. بدي اخليهم شوي اول اشي، انه هاي طالعة بدري يعني إلى حسابات تانية، خليهم شوي يلعبوا يطلع ينزل بعدين بنطلع فيهم. زي ما شايفين الشباب كلها على الرفصة. طبعا على الرفصة في إشي المشكلة، بدنا نطلعهم من الخش نحاول، بس ايش بدون ما نفززهم بدون ما نفززهم. طلع يا ودي شو تسوي هون؟ ضل اشي هون، هون ما ضلش اشي. المشكلة اول ما سكر الباب حيفزوا هسه. على هذا على هذا، ايوه عشان ما حدش يفوت. طيب هيك تمام، هيك تمام، هيك خليهم يلعبوا شوي، يعني يلعبوا بمعدل 5 7 10 دقايق بنسيبهم بعدين بنطلع فيهم. خلي ناس 10 دقايق ونطلع فيهم. يعني يا اخوان والله العظيم يعني قلت لكم 10 دقايق وقفت الفيديو، فزوا ايش 3 شفر من اللي قدام، وفي عندكم السكسفون الاحمر، وفي كمان ايش اللي فاز استنى شوي النوري هيهم جوا. هذا النور الكراكند اللي زي ثوب وثوب البواس، هيهم هيهم، هذول 2 جداد، والشفر هذا على السطح موجود اصلا. ايوه خليهم شوي، والله الشفر معلم. طبعا الشفر اللي فز هم لحقوه، الشفر اللي فز هم لحقوه. الطباشير مولع، هاي حط السكسفوني حط بالزاوية، وهي النوري حط. هسه شوي نطلع فيهم. طبعا هاي لعبناهم شوي، طلعوا نزلوا راحوا ودوا اجوا، هسه ايش بدنا نطلع فيهم. طيب خلينا نجيب التكلجة والطباشير من هون، هذول من الحبتين الجداد. طيب ايش في اشي، في اشي على فكرة حاطط ورا الصورة التكلج الأزرق. طلعوا ها وين راحوا؟ هاي طلعوا كلهم. طبعا هدول يعني فاصلين منهم مع الجداد، برضو الجداد انا فاصل منهم كم حبه قلت لكم عنهم، يعني هدول 50 حبه تقريبا، تقريبا 50 حبه. طلع ما شاء الله، ايوه شو اللي تحت هذا؟ هذا يهودي احمر.
اصفلهم، شد عليهم ولا تسأل. طبعا يا اخوان الحمام هاي الجديدة يعني زي ما انتم شايفين يعني توعت، عملنا اللي نحكي معاها الصح، الامور الطيبة، ولكن ضل في شغلة واحدة، في منهم ريشهم مبري، ومع التنقيل ومع ومع مع شوية يعني 10-15 يوم ما طاروا زي الخلق، فبتلاقيهم شوي لسه بدهم شغل، بدهم تعب. الحمام جناحها ماضي، يعني جناحها ماضي زي ما انتم شايفين، بس زي ما انتم شايفين في اشي بفلت لسه، هدول بدهم توعاي بزيادة، يحفظوا بعض، لسه مش حافظين بعض، يعني الحمام اللي بتطير اصلا على السطح مع الحمام الجديدة مش عارفين بعض، فمشان هيك لسه عشان يصيروا قطعة واحدة يمشوا مع بعض، يضموا على بعض، يلموا على بعض، بدهم شوي توعاي مع بعض، ولكن زي ما انتم شايفين هاي كشناهم على فضة على نهار ما في اي مشكلة، صفل لهم طبيعي الوضع. طبعا الحمام شادة، طلع شو البفلت، البفلت هذا اخر واحد السكسفوني الاسود، واللي فوق السكسفوني الاحمر، سكاسنا مش طبيعيين، يعني هاي شادة الحمام. اي فيك ايش هذا منورنا، طلع السكسفوني كيف فلت قاعد، اللي يشبك فيها قلبوا لجوا وشدات. طبعا انا ما بديش يعني الواحد يشد عليهم يا اخوان، بس بالعقل مش لهالدرجه، يعني بديش اسوقهم، يعني هي اول مره بيطلعوا فيهم، بس الحمام ما شاء الله يعني نشيطه، وحمام يعني جناحها ماضي، فطلعوا شدات. هي في طير جاي، شو هذا؟ ايش هذا؟ الله مش إلنا، شو هذا؟ مرقع، فات فيها مرقع ولا لسه؟ لا ما فاتش والله، يو بلحق. تعال 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 تعال، هي هي ايش زي المراقيع، هاي الحمام هون صارت لما تعباض، هي راح في وجهه، راح لا والله ما لف شوي، لف ما كسر، طلع السكسفوني، هاي السكسفوني الاسود شايفين بفلت، هي قاعد بفلت، والسكسفون الاحمر بفلت زيه كمان، يعني تفكروش ايه، وين راح السكسفوني؟ الله بوجهه مزط، تعال طبعا السكسفون مش عارف وين راح، مزط في وجهه السكسفوني، راح هيك عشان جيت للشمال بس مش عارف وين راح، هاي الأحمر برضو مزوبعة معه، طلع الأحمر كيف قطع، فلت فلت لحاله، بده يعلى، البس فيها، البس بلا براد توجه، هاي طلع مش شدات، وعين الله عليهم يعني يا اخوان، الحمام ماسك برمه صار له فتره والله، زي ما انتم شايفين هاي اللي تحط اللي تحط تحط تحط، يعني كان شوت مرتب. طبعا الحمام كلها حطت، طبعا يا اخوان اللي ضال مش مبين السكسفوني، السكسفوني الاسود الزرزور مش مبين، صار وين راح يدور، خلينا هسه بنشوفه، اما الباقي هاي السكسفون الأحمر النمرود وين راح، هي طلعوا ما شاء الله كلهم على الرفصة، مستعدات متأهبات، مروا معي على العياض المدبوغة بالتحدي، وقاعد زي الأرنب اليهودي، هي زي الأرنب تكالج دقين ببعض هون، هاي اليهودي الأسود، هاي أخوه، هاي البربريسي كمان، كلهم هاي التكلجيين هون. طبعا برضو اخوان في العبسي وين، وفي هذا المطبع، هاي المطبع هذا برضو هاي بطير بالحمام اموره تمام، والعبسي طبعا هذا يا اخوان، هذا الاول اشي فز قلت لكم فز، هو السكسفوني طبعا، هذا للامانة طير نمرود، هاي في عندكم الانجليزي المحير كمان،
يقع بالزاوية. طبعا اشترينا سكسفون، طبعا هذول لسه في كمان نعطيهم كمان شوت خفيف خفيف لطيف نظيف، بحيث نوعيهم شوي شوي على السطح هالأرباش الأسود. طبعا زي ما قلت لكم في حبات، في إشي تعبان وفي إشي لسه بده زي كأنه بده تليين، فأنا عزلتهم عزلتهم هون، موجودات هون عندكم المسود الأحمر ها زي ما حكيت لكم، في المزهور، الأرباش الأحمر، اليهود الأصفر، السكسفون الأسود هذا، في عندكم المسود الثاني، تمام؟ هذول عازلهم هون شوي، بدهم في إشي تعبان وفي إشي بده تليين، يعني زي الأصفر اليهود الأصفر هذا بده تليين، في عندكم اللهم صل على سيدنا محمد الأرباش لسه مش مبين وضعه، السكسفوني المزهور شوي تعبانات ريحتهم، في كمان إخوان اليهودي الله العليم هذا اللابس صفر هذا تعبان شوي، مع اختلاف الجو مع اختلاف كل شيء اختلف عليه الوضع. التكلجي الأحلى سون واقف هذا من الجداد بانتظار السكسفون. طبعا السكسفون يا اخواني موعه منيح، اشتغلت معاه وعيته على السطح، حفظ السطح، حفظ الرفصه، حفظ المكان، بس هاي الامور لابد منها. طبعا اللي كان يسال شو الفز مني هذا كان يا اخوان مشكول، كان مشكول فك جناح واحد وطار، بعد يومين رجع، بعد يومين رجع وللامانه والله رجع وجناحه مشكول لسه، يعني جناح مشكول وجناح لا، فز قلب الدنيا ورد رجع. سكسفوني زي ما حكيت لكم موعه اموره تمام، يعني ان شاء الله انه يرجع. هسه بنطلع بالحمام كمان جوله ونشوف من هلا المسا السكسفوني الزرزور بيرجع ولا لا. طبعا يا اخواني السكسفوني لسه ما رجعش، ابصر شكله بيدور قاعد، خلينا نطلع فيهم كمان راس. يعني شوي شوي هيك ان شاء الله الطيور بتتوعى. طبعا لابد من انه الطير فيهم لابد انه يقطع يروح يدور، ممكن يروح اذا ما عرف بيرجع تمام. طيب شو اليهودي هذا شايف تعبان، شايفينه هاي المطرف، مش كيف بدي اخليه يحط تعبان هذا، انتبهت عليه اليوم. هي تحت انا ما خليته بحط، شو بعمل؟ بفسد. إذا ما خليته يحط بفسد. تعال 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 حط. فزي ما حكينا يعني هذول إن شاء الله لسه بنشتغل عليهم، بنوعيهم بزيادة، بنصير نبكر عليهم شوي شوي، بنصير نفصل منهم حبات إنها تندز إن شاء الله. طبعاً هذول مش هم الراس الأول الأساسي راح يكون، ممكن في حبات بعض منهم بنقولهم للراس الأول، ولكن مش هم الأساس. اليهود صار يلاهد، مش هم الأساسيات. الأساسيات طبعا اللي جبناهم هون اللي هم البزرة الخنازير. تعال حط 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 مش يوم يحطوا كلهم. زي ما انتم شايفين الحمام طايرة ان شاء الله عليها. طبعا يا اخواني وي الحمام طايرة، طلعت عيشي غريب غز عليها من العالي، وليش هو سكسفوني. خليها شوية تحط. ايوه حط اول واحد كمان جاي لاهت، ابصر قد ايه صار له. طبعا هذا اليهودي يا اخوان الاسود كان فاسد، يعني للامانه كان فاسد، قلت لكم تعب. حاولت احطته هون ما حط، خاف شوي لسه من السطح، شو عمل؟ راح فسد. السكسفوني وينه؟ ايوه السكسفوني. طبعا هاي يا اخوان الحركه شو بتوعي الطير، انه يروح يدور ويرد يرجع، هاي بتوعيه زي ما انتم شايفين. طبعا ما شاء الله هذا زلمة السكسفون الاحمر، وين راح؟ الشيخ شلي هذا ابو غره بيضه من الجداد، ارباش، تكلجي الانجليزي، الصنفور الاسود جنب الانجليزي تمام، اليهودي التكلجي الازرق برضه النوري، عندكم اليهودي الاسود
السكسفوني اليهودي الاحمر المسود هذا بزر البلديه، في عندكم النور المشخط هذا، وهذا التكلجي برضه. يعني هاي حبات كلها جديده، هاي ما شاء الله كلها موجوده. بربريسي قاعد هون متخبي، هاي متخبي بالنص. طبعا يا اخوان زي ما شفتوا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، اخذناهم جولتين حلوات خفيفات لطيفات. تعي في وضح النهار الدنيا فضى، ما في اي عتمه، شوي شوي بنصير نشتغل معهم زي هيك، بتوعوا بزياده. تعي بتوعوا بزياده الحمام، ضل ايش السكسفون الملح الكشمير والسكسفون الثاني. هاي السكسفوني لسه ناقص فوق مع الكشميري. يعني هاي هون طبعا هذول يا اخوان 50 حبه. طبعا زي ما انتم شايفين يعني عتمت العين، هسه بدنا نعلف لهم وشو نحبسهم. يعني اليوم للامانه الحمام ابدعت، بيضت الوجه، كان في السكسفوني راح شوي يدور ومن ثم شو رد رجع. يلا تعي زي ما انتم شايفين كلها بتنزل وبتحبس، كلها بتنزل وبتحبس. طبعا هيك يا اخوان ان شاء الله بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا. هاي الحمام بتحبس أدن المغرب، واحنا ما بعد المغرب. لا تنسونا بدعم المقطع، لايك تعليق اموركم، يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.